برعاية عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني بيسي، افتتح معرض أنصار التراثي لؤونا عالسوق الذي نظمته حركة أمل وكشافة الرسالة الإسلامية شعبة بلدة أنصار. الحفل أقيم في السوق التراثي بحضور رئيس بلدية أنصار صلاح عاصي، مسؤول المنطقة الثانية في حركة أمل إقليم الجنوب أحمد الصفاوي، المسؤول التنظيمي لشعبة أنصار حسن عاصي، رئيس هيئة إنماء أنصار معين عاصي، وأعضاء من المجلس البلدي، مخاتير البلدة، فعاليات ثقافية واجتماعية، وحشد من أهالي البلدة. الحفل استهل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد حركة أمل. وتخلله عرض مسرحي ولوحات فنية أداها عناصر من الدفاع المدني وأشبال كشفت الرسالة الإسلامية، ثم ألقى راعي الحفل كلمة: فنحن نرفض التقسيم ونرفض الفيدرالية ونرفض الانعزال ونرفض الانقسام بين اللبنانيين، ونصر على لغة الحوار التي تجمع ولا تفرق. في هذه الأيام عرفنا لماذا رفض الحوار، لأن رفض الحوار هو تمهيد لطريق تعبد أمام دعاة الفيدرالية والتقسيم في بلدنا، الذين يبتعدون عن التلاقي وعن رفض الآخر بعزته وكرامته وصونه. وختاما قص قبيسي شريط افتتاح المعرض التراثي وجال على أقسامه.